رغم توفر دار رحمة مجهزة بكل الوسائل، لكن أبوابها للأسف تبقى مغلقة لعدم توفير الإدارة لمناصب مالية للعاملين بالدار. مراد مزور. حين يسدل الليل ستاره على ولاية البيض، تكون درجة الحرارة قد هوت إلى ما دون الصفر، جاعلة شوارع المدينة خالية الحركة بعدما ألزم البرد الناس منازلهم بحثا عن الدفء. غير أن جولة وسط الأحياء العميقة للمدينة كشفت لنا ما هو مرير. أجساد في عز فصل الشتاء تفترش الأرض وتلتحف سماء أبرد منطقة في الجزائر. عبيد، محمد، فاطمة والبقية، الأسماء تختلف والقصص هي الأخرى تتعدد، لتبقى المعاناة هي القاسم الذي يشترك فيه الجميع. درجة الحرارة -7 و -8 وما عندهمش وين يمشوا، والجو تاع المنطقة هذه احنا في ديارنا ورانا نعانوا من البرودة، هذا ما كنتشوفوا لهم حل. ماناش مقصرين بهذا الجانب، بصح دي فوا تخاف على بالك، تبغي تعاونها تبغي تدخلها لدارك تخاف. مانعرفش غدوة ولا ما غادي تصبح الواحد موت، انا مش عارف، ما قدر الله. قد تكون الصورة عامة وتوصف الظاهرة بالعالمية، لكن الذي يصنع الاختلاف هنا بمدينة البيض هو وجود دار الرحمة هذه التي تتسع لـ60 سريرا. قدمها أحد المحسنين سنة 2003 رفقة مليار سنتيم. أما في سنة 2007 فرصدت الولاية مبلغا مماثلا للتأثيث والتجهيز، ورغم كل هذا بقيت الدار جسدا من دون روح. فبالرغم من قرار الموافقة الذي أبداه معالي وزير التضامن والأسرة لإنشائها كملحقة لديار رحمة لولاية وهران، مديرية النشاط الاجتماعي قد اقترحت مبلغ لا يتجاوز 800 مليون لتسيير هذه المؤسسة وفتح مناصب 10 مناصب مالية، إلا أن وزارة المالية لم تعطي موافقة إلى حد اليوم، الموافقة على الإنشاء. تبقى هذه الدار على حالتها لتبلى بما فيها، كما يبلي البرد هذه الأجساد المنهكة قبل أن يترك المجال لحر الصيف ليأخذ نصيبه منها.